تعالوا مع بعض نشوف خط سير الحلقه بتاعتنا. عندنا فطاير النهارده بالدجاج والسماق، عندنا سبانخ جراتان بالجبنه هيلسي، عندنا كمان ايس كريم بالمانجا، وسلطه لطيفه جميله بسميها السلطه اللي يعني حبيبه المعده من الاخر او حبيبه الكولون. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الفطاير بالدجاج والسماق، مقاديره على الشاشه في متناول الجميع. صدور فراخ ودي نقدر نأمنها، ومعانا دقيق وزبده وحليب، ممكن نستبدل بقى بدل الزبده زيت زيتون عشان نبقوا عارفين ايه البدايل، ومعانا بيضه في مقادير العجينه والسماق بتاعنا وبصل وتوم ده كالعاده. مقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد، نقدر نعملها بطريقه بسيطه وسهله، ويبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عجينه الفطاير بالدجاج والسماق. السماق هو السر في الموضوع، معانا على الشاشه نشوف ازاي هنعملها بطريقه بسيطه. أول حاجة أبدأ إن أنا أعصج الفراخ، يعني أسوي الفراخ بتاعتي عشان تبرد، وبعدين نعمل العجينة مع بعض. للأمانة في عجينة جاهزة عندي، بس أنا هعمل العجينة مع حضراتكم لأن مطلوب مني كمان على السوشيال ميديا وحبايبنا اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. شيف مغازي، إيه الفرق بين عجينة الفطاير اللي بنشويها في الفرن أو بنخبزها في الفرن وعجينة الفطاير اللي بنقليها في الزيت؟ فأنا النهاردة هنجاوب على السؤال عمل إن شاء الله. معانا بصلاية ناعمة، فص توم ناعم بنشوحهم على النار بمعلقة زيت زيتون، بديل السمنة، بديل الزبدة. الأكل بتاعنا زي ما قلت لحضراتكم قيمته الغذائية عالية جدا، ولكن بنحاول بقدر الإمكان نهرب من الدهون. بصلاية، معلقة زيت يا دوبك، يعني كده إن أنا إيه أشوح بيها البصلة والتومة كده ما يبقاش باين قدام عينيا. طبعا افضل حاجه ان انا اعمل صدور الفراخ طبعا بقدر الامكان نسبه الدهون فيها قليله جدا، غير اللحم الضاني اهوت، غير لحم كندوز بالشكل ده كده. بتجيب اي صدور فراخ، سواء بنجيب فرخه نسحبها ونفرمها في الكبه او في المفرمه بالشكل ده كده اهو. وانا شغال معاك دلوقتي اقول لك على طريقه لطيفه تقدر تخلي الفراخ ديت مفلفله بعد ما نعصجها، ما تعجنش ببعضيها اهو. معايا ميه بتغلي على النار، تقدري تعصجي الفراخ دي واحنا شغالين كده، تعملي شويه مكرونه بالبشاميل بنفس الفراخ، تقدري تعملي اللازانيا بنفس الفراخ واحنا شغالين كده، بتعصجيها وتخليها عندك زي اللحمه المفرومه بالظبط. هتقولي لي يا شيف مغازي هتعجن مني؟ احنا مع بعض وعلى عينك يا تاجر. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل، للسؤال نجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بتقترحوها علينا واحنا شغالين مع بعض اهو. ابدا انزل بالبهارات بتاعتي. بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ ملح وفلفل وزعتر بس زي الفل. فلفل اسود، شويه الملح التمام، كنترول على الملح، شويه الزعتر الحلوين، السماق مش هنحطه دلوقتي، زي الفل يا عم الشيف. على نار شديده كده ونقلب. انا هخلي الفراخ شغاله على النار من وقت للتاني ابدا اقلب فيها، ولكن تعالوا مع بعض هستاذن فريق الاعداد مقادير عجينه الفطاير عشان نعجنها مع بعض وانا شغال. مقادير العجينه هعجنها مع حضراتكم حالا دلوقتي، ولكن للامانه انا معايا عجينه جاهزه، ولكن حابب اعجن العجينه مع حضراتكم النهارده خطوه خطوه. دقيق، اللهم صل على النبي، اهو ادي الدقيق معانا على الكاونتر بتاعنا او زي الفل. تمام، هناخد الدقيق ده كده من غير خميرة، أنا مش هستخدم خميرة خالص في العجينة دي. ومعانا بيضة في قلب العجينة زي الفل يا عم الشيف. معانا زيت زيتون، كفاية رشة ملح صغيرة للعجينة بتاعتي، وأبدأ إن أنا إيه أقلبها وأنا واقف كده إيه بلعب بالسلة. معايا عجينة جاهزة، اقلب الزيت مع البيض بالشكل ده كده، يعني من الاخر افلفل العجينه اهو، تشرب الزيت مع البيض، وبعدين بحط لها شويه ميه دافيين او حليب اختياري. طب مش عايزينها دسمه يا شيف يبقى الميه دافيه، عايز العجينه دسمه يا شيف نحط لها شويه حليب. حلو الكلام، وانا شغال كده زي الفل. تمام، زي الفل. تمام اهوت، هنية تمام. اهم حاجة اللي انا بعمله ده لما تمسكي العجينة او الدقيق
تفلفليه كده مع البيض والزيت، لما تيجي تحط اي ماده سائله سواء حليب او ميه بتظبط معاك العجينه. الطريقه دي مهمه جدا على فكره. وبعدين شويه الدقيق بيشربوا الايه، الزيت مع البيض. بالشكل ده كده. ميه دافيه، ما عندنا ميه دافيه. من وقت للتاني ايه يا شيف، الفراخ على النار. واحده واحده، كميه السوائل سواء كان حليب او ميه بتختلف من دقيق لدقيق. في دقيق بيبقى ناعم درجه اولى حسب النوعيه. وانا شغال عجينه الفطاير طالما هشويها في الفرن يفضل ان العجينه بتاعتي ما تكونش طريه جامد. خلي بالك ده مهم جدا على فكره، لو انا هقليها في الزيت مفيش مشكله لو هي طريه شويه. هتقولي لي يا شيف مغازي العجينه ديت ما فيهاش خميره، هل ممكن ان انا اعجنها واشتغل منها على طول؟ لا، في وقت عشان العجينه بتاعتي تريح. يعني ايه تريح؟ يعني تتجانس كلها مع بعضيها، البيض مع الزيت مع السوائل بتاعتي اللي انا بعجن بيها العجينه. اقل حاجه 30 دقيقه ل 20 دقيقه، من 20 ل 30 دقيقه نسيب العجينه تريح، وبعد كده نقطعها زي ما احنا عايزين ونفردها زي ما احنا عايزين. من غير عجان انا بعد. مش بقول لك ما تجيبيش عجان، لا، انا عايزك تعجني كده بايدك، وايدك واصابع ايدك تتلمس العجينه وبتاخد حنان وحب وانت شغاله. شويه ميه تانيين كده، ارفع ايدك، انت مصر خلاص، مش هحط سوائل تانيه خالص. تمام زي الفل. الم العجينه بتاعتي اهي. لو عندك عجان مفيش مشكله، بس انا والله العظيم للامانه مش هتقولي انا عندي العجان، على فكره كل حاجه موجوده، بس انا بحب اعجن العجينه بايدي، بفرح بيها كده وهي طالعه من ايدي كده وهي بتتولد. شفت العجينه اهي. ألم البلانشة كلها كده أهو. في دي كده يا عم أستاذ أحمد، أستاذ أحمد شفيق. في دي معنا. أشيل ده كده خلاص. تمام. هو ده العجينة. كل الدي اللي موجود هنا خدته معايا أهو زي الفل. أدي العجينة معايا فرحان بيها. أول ما إيدك تحطها على العجينة وتلاقيها طلعت زي الشعرة من العجينة، عرف ان العجينه بتاعتك ناجحه وزي الفل. عرفت ليه انا بعجن العجينه بايدي؟ ايديا حلو. ده اقعد بقدونس جه هنا عشان ما حدش ايه. العجينه هنا جاهزه زي الفل، بسيبها تريح بالشكل ده كده، ونجيب قبل وبعد. اللهم صل على النبي. دي اللي اتعجنت من شويه تقريبا من نص ساعه اهي. جيب الفرق بين الاثنين يا مخرجنا يا جميل. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ بتاعتنا الاخبار ايه؟ عينيه. الفراخ اهيت، نحط عليها السماء زي الفل. عندي ميه بتغلى على النار، احط لها شويه ميه صغيرين. الله، هم شويه الميه دول هم السر. تبدا الفراخ تفك من بعضها كده، واسيبها على النار لغايه لما الميه تنشف كده. انا ضمنت ان صدور الفراخ استوت. فلفلناها اهيت، بقت زي الايه، اللحمه المفرومه اهي اهي اهي. اساتذه المصورين حبايبي، محلك سرك يا ابو الشيف. العجينه الحلوه بتاعت الفرحان بيها هبدا كده افردتها بالشكل ده كده. شفت العجينه في دي ازاي؟ ببدا ان انا افرتها، اقطعها مع حضراتكم كده، واعلمك ازاي تعملي كميه فطاير بطريقه سهله وبسيطه. قطعت العجين بالشكل ده كده. في حاجات صغيره بقى بتحصل في المطبخ لازم اتكلم عنها. الباقي من العجينه ده لما بتيجي تفرديه بعد كده بتلاقيه ان هو مش عايز يتفرد معاك، فبتخلصي منها بترميها. انا بزعل، خلي بالك. ليه؟ المفروض عشان تلم العجينه ديت وتفرديها تاني بتسيبيها على جنب كده لمده 10 دقايق، هتتعاملي معاها زي الفل. دول شويه كام تقريبا؟ ما بين 15 واحده تقريبا. تعال نفرد العجينه التانيه واحنا شغالين مع بعض. العجينه دي بلمها كده بالشكل ده كده، واخليها على جنب. عشان تفرديها دلوقتي صعب جدا تفرديها، خلي بالك. تعالوا العجينه اللي كانت معايا متخمره من شويه، ابص لها بس كده هتتفرد لوحديها. عجينه اهي.
ايه الفرق بين الاثنين؟ ديت ما ينفعش تفردها خالص دلوقتي، اما دي هنفردها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، عشان هي هنا العجينه مريحه ومتخمره معايا، هي ما فيهاش خميره، بس هي كده تساعدنا على ان هي تتفرد بسهوله جدا. شويه دقيق صغيرين نفردها كده شفت العجينه؟ الله 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 زي ما انا عايز. هروح بيها عند الاستاذ المصور وانا شغال. كل ما احط عليها النشابه كل ما تتفرد معايا بسهوله. طبعا احنا هنشوي العجينه، هنشوي الفطاير بتاعتي في الفرن، فلازم تكون العجينه رقيقه جدا. تاني اللهم صل على النبي. دي لازم تتخمر من 20 ل 30 دقيقه، مش لازم يكون فيها خميره عشان تتخمر، لازم العجينه تريح بالشكل ده كده. الله زي الفل. بريح العجينه عشان لما اقطعها بالقطاعه بتاعتي تاخد شكلها الطبيعي. نفرد كده شويه مع بعض. هاخد اللي انا قطعتهم دلوقتي بالحشوه بتاعتي بردت زي الفل، احشيل شويه فطاير حلوين يكفوا العيله ويكفوا الضيوف وزي الفل تمام. العجينه دي بخليها على جنب زي الفل. بص يا ملك العجينه حلوه في ايدي ازاي. بنجيب صاج بنحط عليه ورقه زبده، ده الطبيعي عشان اشويها في الفرن. شغل بسيط وسهل، وتقف كده في المطبخ واقفه ايه رايقه وفايقه. ادي الصاج اهو تخليه هنا كده، واشتغلت بالعجينه. وانا شغال بالفطاير بشتغل برضو على البوتاجاز بتاعي، خلي بالكم. مخرجنا الجميل جيب لي بقى الفطاير وانا بعملها مشدوله كده. ادي الفراخ مع السماء اقفلها كده. الفطاير اللي انا هخبزها في الفرن زي اللي انا بعملها دلوقتي بالسماء ما بتاخدش خميره. ليه يا عم الشيف؟ عشان العجينه بتاعتي ما تاخدش شكل اللي هو شكل الخبزه في قلب الفرن، انا عايز تاخد الشكل المشدوله كده الحلوه اللي المخرج الجميل حبيبنا الاستاذ المصورين جايبها لنا زي الفل. هعمل واحده كده وانا شغال ما تدخلها الفرن. قلت له خليك معايا، الموضوع هنا مش الموضوع ان انا اعمل الاكله وخلاص، المعلومه الغير معلومه اللي احنا بنتعلمها من الشيف واللي بنعرفها من خلال ما احنا شغالين مع بعض اهم من الاكله. انا هنا خدت صفار البيض حطيت عليه شويه حليب ورشه ملح ورشه فلفل صغيره عشان الزفاره، ما ينفعش احط فانيليا طبعا، ومسكت الفطاير بتاعتي دهنتها بالرشه الحلوه دي كده، وعندي حبه البركه شويه حبه البركه وشويه سمسم اذا انت حابه مفيش اي مشكله. وانا شغال كده واحده بحبه البركه وواحده بالسمسم. اللي مش عايز بحبه البركه ياكل بالسمسم. وعملنا فطاير السمسم اوميجا 3 حبه البركه معادن وكل حاجه حلوه بندور عليها، وصى فيها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معانا الفطاير اهيت في الفرن، ولكن السؤال المره دي لمخرجنا الجميل، فطاير زي ديت تستوي تحت ولا فوق؟ مش هحطها في الفرن غير لما تقول لي. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. تتحط على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن، هقفل الفرن لمده 10 دقائق. انا بطلع الفطاير دي كده اهو. خليك مع الفطاير دي يا استاذ شفيق، الله يبارك لك. ايه الحلاوه دي؟ ايه حبه البركه وايه السمسم وايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. يسلم ايدك يا عم الشيف، نشيل دي من هنا، خلص الكلام. شويه فطاير سريعه وزي الفل.